تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بمنطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. كما استمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات بكورنيش النيل. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وقد استمع السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية، وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل. منطقة كورنيش الحضارات سيادة مشرفنا هنا يا فندم، المنطقة يا فندم سيادتك أمرت بربط منطقة كورنيش النيل يا فندم ومتحف الحضارات بكوبري يا فندم، بيربط عشان يربط معانا القادم من القاهرة الجديدة يا فندم بمحور عمر سليمان أو محور سمير موسى فندم، مرورا بمنطقة المقطم، مرورا بمحور رئاسة الرزق، مرورا بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي على الاتصالات، ثم شارع الفسطاطي فندم، مرورا بكوبري العميد إبراهيم رفاعي اللي سيادتك مشرفنا عليه، وصولا لكورنيش النيل يا فندم ومصر القديم. هنكمل بعد كده. تمام يا فندم، تمام يا فندم. محور 3 يوليو يا فندم المنطقه اللي بعد كده هتكون نيشان. تمام سيادتك. كويس. تم يا فندم نهو اعمال تطوير كوبري قصر النبي يا فندم اللي كان بيحل معانا المشكله الاختناق المروري اللي كان تحت الاشاره هنا يا فندم، وتم نهو الطبقه السطحيه وتخطيط يا فندم وعمل اللوحات الارشاديه. تم يا فندم تطوير منطقه كورنيش وعليها 5 حاره مروريه كل اتجاه بدلا من 2 حاره في المنطقه من اسم مصر القديمه حتى تقاطع مع الطريق الدائري، وتم انشاء كوبري يا فندم توسيع نهر النيل بطول 300 متر. وتم نهوه فندم وجاري عمل التواصل الحافي في ربط فندم. كل ده اخر الشهر ان شاء الله يا فندم. هنا فندم جاري تطوير يا فندم منطقه قصر النبي المتجه لزرقاء مصر القديمه، دي اللي احنا لسه شغالين فيها بس يا فندم طبقا للازالات اللي شغالين فيها. طب يعني قدامنا قد ايه؟ فندم المنطقه دي بالكامل خلصت عادة، بس في حي مصر، حي مصر القديمه موجود هو جاري نقله حاليا يا فندم. يعني خلال اسبوعين او ثلاثه هتكون اتنقل بالكامل وهنكمله بعدها على طول. وبرضه الموضوع سوق البطيخ والكلام ده، هو حي مصر القديمه وسوق البطيخ والبنزينه وبنزينه التعويض هما ابتدوا مع بعض. يعني خلال اسبوعين ان شاء الله يكون سياده المحافظ وعدنا بان هو خلاص، يعني هما دخلوا فيها وخلاص. وانتوا شغالين؟ احنا شغالين. احنا هو كيلو 400 يا فندم، احنا خلصنا لهم 900 متر خلاص، فعلا خلصوا خالص. والجزء اللي قدامهم في اتجاه بالكامل خلصان متحرر اللي هو ده، وهم هيبقوا الاتجاه الكامل بالتالي. سيادتك يا فندم في الكوبري اللي هو توسيعه الكوبري بتاع نهر النيل القديم، سيادتك احنا كنا مصممين التوسعه بتاعتنا على 120 طن. ده طبقا للكود الجديد، الكود القديم يا فندم كان 90 طن، فاحنا حاليا سيادتك بندعم الكوبري القديم عشان يبقى الاثنين نفس العمر الافتراضي ونفس المستوى، واللي ماشي على الكوبري لو مثلا لو ماشي بعجل هنا وعجل هنا ما يبقاش في فرق. كما استمع السيد الرئيس لاعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدويه المتميزه بالفسطاط. سيادتك المنطقه هنا يا فندم اللي هي قريه الفخارين، القريه دي بالكامل يا فندم سيادتك كنت وجهت ان احنا ضمن التطوير بتاعنا ان احنا نعظم المنطقه ديت بتاعت قريه الفخارين ديت. سيادتك احنا فعلا عملنا الكلام ده وحققنا الكلام ده مع وزاره الاسكان ومع مجلس الوزراء بحيث التطوير شامل بالكامل. هو كان في تعارض معاهم في مبنيين بس من ضمن 30 و40 مبنى، سيادتك محافظ القاهره نقلهم جوه، نقل مبنيين منهم جوه في منطقه افضل ما هي كانت موجوده، بحيث الناس ديت يعتبروا شيخ شيوخ الصنعه ديت، فاحنا عايزين بنعظمهم اكتر يا فندم من هم موجودين. شكرا. الله يرحمه.